السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت مستعجل على الغنى وتبي تصير غني بسرعة، سولك وقف. إذا سويت الوقف لا تنسى والدينك ولا تنسى من تحبهم من الناس، وراح ترى تأثيره بشكل عجيب في مالك ولدك. هذا واحد توفي وبعد ما قسموا تركته قال واحد من العيال بقى عندنا 20,000، وش رايكم نبي نخليها وقف؟ طبعا التركة ما كانت كثيرة أصلا، فقالوا لا بس تتولها أنت. قال بتولها أنا. بدأ الأخ يستثمر هالعشرين من شغلة في شغلة، وكل سنة يطلع منها عن أبوه والمال ينمو. قلته قبل ما أسوي هالسناب قلت كم وصل الوقف؟ قال والله حول 1,000,000 غير المبالغ اللي احنا أنفقناها. تخيلوا، من 20,000 إلى حول 1,000,000 ريال غير المبالغ اللي أنفقوها طول فترة استثمار المبلغ. طبعا من حين استلم المبلغ إلى اليوم تقريبا تتكلم عن 20 سنة وصل المبلغ فيها إلى هذا الرقم. بكلمكم الآن عن البركة اللي حصلت لهالمجموعة وللأخ اللي أدار المبلغ. سبحان الله العظيم، كلهم رزقوا بذرية أولاد، والأخ اللي أدار الوقف ما كان عنده إلا واحد ورزق الله عقبه باثنين. والعجيب أيضا إن كلهم أغناهم الله سبحان الله العظيم، وتحسنت أمورهم المادية بشكل كبير. أما أخوهم اللي استثمر 20,000 فكان تقريبا من أكثرهم وأسرعهم غنى. للوقف أثر عجيب في نمو الثروة. لا تنسون ثروة المرحوم الشيخ صالح الراجحي كيف نمت سبحان الله العظيم. وكثيرين مروا علي ما أذكر ناس حطوا لهم وقف سبحان الله العظيم وافتقروا. ترى مو بشرط أنك توقف لك ملايين، على قدك ولن يخيب الله سعيك. السلام عليكم.